بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن المضاد الحيوي الذي يوجد في دماغ الصرصور. اكتشف العلماء في دماغ الصرصور مضادات حيوية قوية، ويقول العلماء أن هذا الاكتشاف مهم جدا في استخلاص مضادات حيوية تفيد في معالجة الأمراض المستعصية. وتؤكد الدراسات أن أدمغة معظم الحشرات في الطبيعة تحوي مثل هذه المضادات، حيث يعمل الباحثون على إنتاج هذا العلاج. وكثير طبعا هذا المضاد الحيوي يعالج كثير من الأمراض. وهكذا نرى أن الله تبارك وتعالى لم يخلق شيئا عبثا في هذا الكون، فقد سخر لخدمتنا كل شيء من حولنا. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، سورة الجاثيات آية 13. بالفعل إنها آية من آيات القرآن العظيمة، ترد على كل ملحد يدعي أن هناك مخلوقات لا داعي لوجودها ووجدت بنتيجة التطور. والله أعلم.